بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة القصيرة المتواضعة: الأطفال والمساجد. تعرفون رحمكم الله كيف أن أولادنا هم زينة حياتنا، ويجب أن نصطحبهم من أجل أن يتعلموا ويتدربوا على مواجهة أمور الحياة وعوارضها ومشاكلها. ومن ضمن الأماكن التي يجب أن يكون فيها هؤلاء الأطفال المساجد، إذ يستحب اصطحابهم إليها في واحد العمر اللي هو معقول، مثلا 7 سنين، لأن ذلك يعينه أنه إلى بلغ يكون قد عرف الصلاة ودرب عليها وعرف طريقتها. والمعتمد في هذا المجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، واضربوهم عليها وهم أبناء 20، وفرقوا بينهم في المضاجع. أما قبل 6 سنين و7 سنين، يعني فلا ينصح بأننا نأخذ الدراري والبنات للجمع، لأنهم غادي يصدعوا الجمعة وغادي يشوشوا على الناس في العبادة ديالهم وفي الصلاة ديالهم. وكما تنعرفوا، المساجد خص يكون فيها الهدوء والخشوع باش الناس يعبدوا الله تعالى كيف بغوا. وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأطفال يتواجدون في المساجد، يعني بموافقته صلى الله عليه وسلم طبعا، وبعمله الدال على ذلك. ومن ضمن الأحاديث الواردة في هذا المجال أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حضر الصلاة الجماعة ذات يوم، حمل الحسن والحسين رضي الله عنهما ووضعهما عند قدميه وكبر، ثم دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان يصلي بالناس، فأطال في سجود أكثر مما هو معتاد. فلما أنهى الصلاة قالوا له بعض الناس: درتي يا نبي الله واحد الحاجة ممال في الديرها طولتي. قال لها: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني ولدي طلع على ظهري وما بغيتش نزربو حتى يقضي الحاجة ديالو. الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصححه هذا الأخير. وورد أيضا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما معناه: إنني أدخل في الصلاة فأحب أن أطيلها، فأسمع بكاء صبي فأعرف حنان أمه عليه فأتجوز. الحديث في البخاري ومسلم من عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب ذات يوم، ثم أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما يتعطران في ثيابهما، فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وحملهما، ثم استمر بعد ذلك في خطبته وهما بين يديه، كما أنه ثبت في الحديث الصحيح لدى البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى
وعلى عاتقه أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء، بمعنى قبل أن تكون حتى الصلوات، قبل ما يكون الصيام ديال شهر رمضان، إنما كان الصيام صيام عاشوراء فقط. وصفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اللي صبح عليه الحال وهو صايم يكمل الصيام ديالو، اللي صبح عليه الحال وهو فطر ما دارش النية ديال الصيام يفطر. وكانوا كما قالت السيدة الكريمة تيديو ولادهم وبنتهم المسجد إلى بداو تيبكيو من العياء ولا من الجوع ولا من أسميتو، تيعطوهم لعاب من العهن، يعني اللعبة ديال الصوف تيلعبوا بها وتينساو داكشي اللي تيضرهم. ورد هذا في صحيح مسلم. وكاين واحد الحديث اللي تيشوش على الناس في هذا المجال ونصه: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. ومعنى الحديث أنه الدراري الصغار والمجانين ما عندهمش الحق في الجامع، ولكن هذا الحديث ضعيف لا 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 يستشهد به، ولا يقوى أن يقف إلى جانب كثير من النصوص، إنما نقلت إليكم بعضها القليل جدا. ولكن الذي يجب أن يراعى في هذا المجال أن المساجد يجب أن يكون فيها النظام، وخصها تبقى نظيفة، وبالتالي ما يمكن لنا نهائيا أننا نسمح بالعبث بالمسجد وفراشه والممتلكات داخله. إلى دخلنا الدراري للجامع خصنا في الحقيقة نتحمل المسؤولية ديالهم. الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفوف تنظم ثلاثية، تيكون الرجال في الصفوف الأولى اللي تنتهي الصفوف ديالهم، تيكون الصفوف ديال الدراري تبعينهم، ومن وراء الصفوف ديال الدراري تيكون ديال العيالات. ولكن في زماننا هذا قد يسمح الأمر للأطفال بالضحك وبالتشويش وبغيرها من الأشياء، ولذلك لا مانع شرعا والله أعلم أننا نفرقهم بين الصفوف ديال الرجال. ممكن أنه أي أب أو أخ جاب معها ولده ولا أخوه يحطوا حداه ويعلموا الصلاة ويبدأ يعلموا الآداب ديال المسجد شوية بشوية، يسجد إلى سجد الناس، يوقف إلى وقف الناس، وشوية بشوية هذاك الدري غادي يتربى. أما اللي تيوقع الآن في بعض المساجد في التروح أن الناس مخلين الدراري في الساحات تينقزوا وتيغوتوا، إلا جابوا الناس شي بركة ديال الصدقة ديال الطعام تيشتتوها وتيسخوا، فهذا لا ينبغي. ولكن السبب حنايا اللي مرتبنا العملية وما ربيناهم وما هدبناهم كيفاش سميتو. ولذلك حول الله يجزيكم بخير أنه حل وسط الدراري نجيبهم ولكن ندربهم ونرد لهم البال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.